هو انا دلوقتي الفيتامين سي ده كافي لو انا عايزه اعمل تفتيح للبشره من بقع غامقه، ولا هو بيعمل مينتننس او بيدي جلو لكن ما بيفتحش البشره؟ لانه في ناس عندها الموضوع ده مختلط شويه. انت قلتي حاجه صح قوي اللي هو المينتننس. انا الفيتامين سي مهم جدا بالنسبه لي الحاله لسه معالجاها من بقع، او هي اوريدي عندها بقع، بيبقى هو مثلا ايه عامل مساعد مهم جدا في ان انا افتح البقع دي. لكن لازم ادخل بحاجات اقوى شويه اللي هي تبتدي تساعد ان فعلا الميلانين بيجمنت دي اكتفي منها خالص، او ان هي ان انا ابتدي ادوبها او اخفيها من البشره. ان كان بكريمات بس، او بقى هتدخل لها بقى بليزر بروسيدر مايكرو نيدلينج، هعمل لها كولد بيل، كل الحاجات دي يعني هيبقى ان كومباينيشن. حتى اللي هي التركيبات الجديده بتاعت الكولد بيل وال يعني والحاجات الجديده اللي طالعه في في التقشير البارد دي، لازم يبقى في الكومبوننت فيتامين سي. طب حضرتك قلتي انه ما اقدرش اعمل اللي هي الديرما رولر دي، ينفع احط بعديها فيتامين سي؟ احط عادي عادي، بس بتركيز معين وبرودكت صح، يعني فاهمه قصدي؟ يعني فكره الديرمارول دي البنات فاهمه ان انا هعمل الديرمارول انا بشرتي هلاقيها غير بعد ما بخلصها. هي الديرمارول دي فعلا اداه سحريه وحلوه جدا وبتعمل ريجوفينيشن، لان هي مشيتها على الوش في حد ذاته هي كانها بتعمل زي ايه لو قلنا ببساطه خالص تعويرات صغيره بس بطريقه منظمه، فتخلي جسمي يبتدي ريسبونس للتعويره الصغننه دي ان هو يطلع كولاجين سليم جدا وفي احسن صوره ليه. وفي نفس الوقت مشيت الرول على بشرتي دي بتخلي بشرتي عامله زي المصفى اللي انا ينفع ادخل فيها اي برودكت انا عايزاه، وضمنت ان انا دخلته بنسبه 100% للجلد دي. يعني مثلا انا كل يوم بحط فيتامين سي، انا ضمنت بعد الديرمارول ان انا دخلته بنسبه 100%. بس ما اجيش بقى كل يوم اعمل ديرمارول احط الفيتامين سي، ما اكيد مش حاجه هيلثي. بس انا ما اعملش ده كل يوم. هتستحمل. طب ايه العادات السيئه اللي ممكن الشباب او البنات بيعملوها وتأثر بالسلب على بشرتهم؟ انا بالنسبه لي اهم حاجه كريم الشمس. في بنات كتير مهووسه فكره التان، وان انا احط تان وان انا ما احطش كريم شمس عشان اخد التان، وهي مثلا حبيبه قلبي تبقى بيضه قوي اللي هي مش هتاخدي تان مهما عملتي. يعني مهما تنقعتي حبيبتي في الشمس مش هتاخدي تان، انت بشرتك مش بشره التان مثلا. وبنات بالعكس اللي هي تبقى ملتزمه جدا بكريم الشمس، بس يعني من اول طلعت شمس هي بتبتدي تغمق جامد.